نستعين على أمور دنيا ودين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وحنفلا يا وبلنتي أنكو بلن سنين ساعدها واختغا إن أنكو كولنو جبا جبادي يونيتجادي labadii maalmood oo la soo dhaafay tartankii inoo socday marka insha Allah ta'ala ka raali ahaada daqiiqada yar oo sheekhi baa la yar sugay asagina alxamdulillah waa inoo imaaday hadana inaan ma aragtay barnaamijyadeenna insha Allah ta'ala si toos ugu dagalno oo aanan waqti badan ma aragtay inooga lumin ayaan insha Allah isku dayna sadaradeed madama hoosh way gaba-gaba tahay waxaa inta badan aan laga maarmin warbixin sida barnaamijka ma aragto u dhacay in ma aragto warbixinteeda la helo waxaan laga maarmin dardaaran oo dadka ma aragto mujtamaaca dhamaadkiisa loo dardaarmayo haday noqoto dhinaca odayaasha haday noqoto dhinaca culumada inaan ma aragto dardaaran laga helo oo qof kasta ma aragto dardaaranka meesha كهلا إذن إن شاء الله تعالى ووحمة أركت أن كل إن شاء الله تعالى النص صعدويا نتائج ما أركت نتجوين كي يجايزوين كي يجنا ما أركت سدوا كلا سوينو مركز صادر هذا بارك الله فيكم مركز أونك لك عن سد قاب كي أو آد أقو رحبنا والله بدنا مالنا ما أركت أوفى دني إن أن ما أنت إن شاء الله تعالى أن كو خاتم يسنو أوش ما أنت وخاتم خير مع الإيمان كي أوش واي سسارنته سادرات إن شاء الله تعالى أنا كسي ديرانيين وحان هدا كسو دوينا الشيخ خينا أود ودا تقانان الشيخ آنس إن شاء الله تعالى وإنو أخرين دونا قرآن يئن يرو كلمة معركتة أيضا نسيدو كلا ونوسو جيديني دونا مركا أسان كسو دوينا الشيخ آنس فليتفضل مشكورا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتحدث إليكم اليوم ولست بأفضلكم ولست بخيركم ولكن هي يعني حمل من الإخوة جزاهم الله خيرا حملوني إياه وأعتبره حديث المحب لأحبابه وحديث المتطفل الفضولي على أصحاب الفضل والتقى من أمثالكم ولكن حديثي اليوم سيكون إن شاء الله عن منزلة أهل القرآن إن مما يدل على فضل القرآن وعظمة منزلته أن الله عظم من عظمه وجعلهم أهله وخاصته وأن من إجلاله إجلالهم فعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران وفي لفظ لمسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته قال ابن الأثير أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن من جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه
وإكرام ذي السلطان المقسط. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي يرفع الله من رفعه وأعلى شأنه وعمل به، ويضع من وضعه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل ومنزلة صاحب القرآن وما له في الدنيا والآخرة من منزلة والرعاية الإلهية. ومن هنا كان القرآن الكريم مرتعاً للعلماء العارفين، ورياضاً للناشئة المهتدين، وأنيساً للصفوة الذاكرين، وسلاحاً للدعاة المجاهدين، وسلواً للمؤمنين المبتلين، وهدىً وزاداً للمتقين لدنياهم وأخراهم. وكم رأينا، ومن تجارب شخصية، رأينا أناساً رفعهم الله وعز شأنهم لا يحملون علم ولا شهادة، ولم يفوقوا أقرانهم بذكاء أو تفوق، ولكن رفعهم الله بهذا القرآن وأعلى شأنهم. وهذا مصداق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهنيئاً لكم يا أهل القرآن، هنيئاً لكم يا أهل الله وخاصته، هنيئاً لكم اختيار الله واصطفاءه لكم لتكونوا حاملين لكلامه، وفقكم الله وزادكم من فضله، وزادكم رفعة في الدارين، وجعلنا الله وإياكم من التالين لكتابه، المتدبرين لحروفه ومعانيه، المقيمين لحدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآسف على الإطالة. السلام عليكم. So for that case, barakallahu feekum, we, how the program runs, it will be also before we reach the conclusion of the result, we'll be having some few speakers who will be also giving us some advices. We first started with Sheikh Anas, who advised us in connection with the importance of the Holy Quran and what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the glad tidings that he gave us in connection with the, anyone who becomes Hafiz and look after the Quran also. And we say may Allah subhanahu wa ta'ala reward him for that advice. And now I'll straight go, I'll not be having time to explain all what Sheikh said, but we will be going inshallah to the second step, whereby I'll be calling the organizer, the the chairman of the organizing committee of the competition, who is Sheikh Ali Tawheed, and I'll be giving him 3 minutes. Sheikh Ali, وإنه وحيق دونا إن شاء الله تعالى وقدوميها ترتنك أها أستغنى إن شاء الله تعالى سدح دقيقه إن المارك تسينه وبرامج كسدو دعي وحير نوشر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى بان تسكله إن شاء الله تعالى وحنو يستاغي إنا نمهد عليو كلمة مهنق من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إن أولا وقبل كل شيء وحامهد سن وأن مرول بأمهد علينا الله سبحانه وتعالى نو نعميي نعموين أن لكوبي كرين وآدو فربضان نو سور تقليي برنامج كان خير كبضان اي أن سوغن نمي وأن ما أنت تشوغنو ما لنتي سيؤودن بيسي. ما شاء الله كان وحوها شيخ علي. Just to mention two very important things that Sheikh mentioned. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and salutation upon Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he started also sending a word of thanks to the teachers of the children that came for the competition, the children themselves, parents who also made a lot of effort by taking them to the madrasa and also working hand in hand with the teachers also. He also thanks the sponsors who sponsored the running of all this program,
And also thank Qari Saab, Qari Bashir, and Sheikh Mas'ud also by also spending their time coming all the way from Dilanesia and making this competition possible also. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them and accept the effort. Also, he says the main importance of this competition is also that it unites us, it unites the community, and it will give us also an encouragement for all the rest also, you know, to become part of it. So inshallah also, Sheikh praises all those, and we are all saying, inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward each and everyone who, even if it is not by spending, who came and also witnessed and sit in the company of this competition. We also saying may Allah subhanahu wa ta'ala reward them, inshallah. So again, I'll call upon a Sheikh, one of the elders, who will be also giving us the elderly advice, inshallah. This is Sheikh Abdullahi Abdi, Sheikh Abdul Awah. Sheikh Abdul Awah, we are going to talk to you about the word that you have to iyo dardaaranka intu maalmaha nala jooge wixii insha Allahu ta'ala uma aragte oo waana ama ma aragte insha Allahu ta'ala iyo tusaale asagana insha Allah ku qaadanayna Sheikh Abdullah Abdi Sheikh Abdullah wax soo dhaw Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam dhamaan dadka ka soo qayb galay meesha حفلتنا مدبرنا كقريب قادنا إلى شلة يمانتا يدرهاضبة حفلتنا وناكسن قلنا ترتن كقرآن ككريم كربي قصوا قريب قال آد بن إذن كم عندك يا ونادى السلام يا شيخ عبد الله أباح one of the elderly Somali community in Mayfair based in Cape Town. Alhamdulillah, he also gave us an advice as the way Sheikh Ali gave it. I don't have time to go back to it, but he praises everyone, he welcomed everyone, and he added on saying also we have to respect the organizations who organize this the competition, especially Al Bayan. We have to be, you know, for example, accept their calls, being after them, not, you know, putting a long hand in this type of thing. So it was a very, very important advice, and I hope, inshallah, we will take that. Now I will call upon Sheikh Muhammad Adam, who will give us the expenses that we have incurred in the running process of this competition. There are some people who donated toward this, but he want to explain how he spend the also the how he finance the collection that he has made. So inshallah Sheikh Muhammad Adam ku soo dhaweeyna asagana inoo faahfaahin doono xisaabihi ku baxay tartanka qarash ba suuday dad ba marka faan garee asagana qaabku waxa uu qabtay inshallah inoo sharxi doona barakallahu fiik bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين وبين استعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بعد إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه إسكالة سيدان كبلا وضيبة نوسيها لي سبحانه وتعالى أن برنامج كي ترتن كقرآن كأها أنت مدلقة من قابنا يي شلي إدرادنا قبصومي الحمد لله ما أنتنا نوفر لأنه نتيجة دي إيو أن حفلت دي أن لوغو فرحة يي لوغو دبالدقة يي Second item now, it is I'm calling upon brother Awil Abdullahi Wahiliye, who will be also talking on behalf of the youth. Otke dalinyarada Awil Balasiye, inshallah ta'ala. Kalintinana dalinyara lama hilmam, inshallah. Markwadu harrayna umahad aliyya. قبل قبياش سوق قبل قبي ما حفلة دين آد قروح بدن البيان إسلامك حكنا رأينا مهاد عليا مدارس تي كل جد سوي مشان أو متقنا صوبن دقي عرور تاني كسود دالي حن رأينا مهاد عليا كلا معلمين تي جهد قبل بدن كبحية ورنتي واتقنا الدون ك حكدي بدن ملا عرور
أنا وحافظ ديام كوي إن نيجي متقانا توفر يستي متقانا ترتيبي وصل كده كل جاي كله وقرن كرتان هذه هذا نقوم هذا علم علمينته ما شاء الله هذانا وحن كسر وين إن شاء الله كلمة جناستها عبد الغفار ياسين مري وجناستي سومال إن شاء الله تعالى كمدة سجنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إلهي بأم هذله إلهي إن كل سيئي قبطا شرفت له بيتك إلهي إنه كهينا وح إلهي رالك إيهي وآه قرآن كإلهي يكر قادستيسه وح الغفر حوي وقت الغفر حوي قاب الغفر حوي إن وحن آدي آد أقوم هذا علينا يا وعن إسلاية هي الشقذة دي ويكسب بحن هي أدى أما مركز البيان الإسلامي يا علماء كلا يا يجون اللمت كا ولقبا قابنا يا هولها السعودة وحن لا يهي وما هتسنتهين شغاد الليدين اقمضي وحبضن بعد كقبتين هل كاكسي وضع ان وحاوي كلي وريدن كمسي قنا وعدنا إذن كمسي قنا قرآنك يا خير كيسة يا برشديسة يا قفك مستقبلك أولي هاي أما هوي نادو أما هاي رادو عرور باهد الله ترتنسينا يا لكن أنا وحان قباه دتك ووين إن ترتن لو قبتو ولفت قوضو قرآن كاللبرو وحاوي دد ووين ومسلمين إنو نهاي رقي يدومر با وإن قرآن كاللبرتاه عرورتو وإن كأركتا دتك ووين قرآن Sheikh was one of those people who donated the expenses, and he's one of the businessmen of the area. He was just giving an advice also. One being, he says, today we are sitting that our children were competing in connection with the Quranic. And he says, not only the children should compete, but even the bigger people need this. Whether it is the mothers or the fathers, let us also organize another competition for the big people also. And it is a good advice, because he says Quran is not for only the small children, it is for everyone. So we have to learn, revive, and also become, and also even if you are very big, but let us revive the Quran, read, makes hifz inshallah ta'ala, and then let us not live only for the children. Once we do that, then the children also, they will copy from the mother and the father. Whenever they see the mother reading the Quran, trying to make hifz of the Quran, then the child also will get an encouragement of carrying it forward. He also urged the business people, please, he says, let us also donate towards the path of Allah subhanahu wa ta'ala. The path of Allah, in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, there is nothing goes less, but it even double. Whatever you give, then in the place you will get double. So he says, inshallah, let us also give from our pocket, inshallah ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala will protect us. The sadaqah itself, you know, once you give out the sadaqah, you'll get a protection from Allah subhanahu wa ta'ala. So let us take that advice also. It is for all of us, inshallah. Then I will go also, I welcome Qari Bashir Patel also to also give us and correct us where we made mistake. And also advices mainly goes to the teachers and the students also,
So let us listen and also get something from what Qari Sahib will be telling us, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Can anyone tell me what I have in here? Anyone can tell me? No one can tell me. No one knows. Huh? It's gold. Dhahab. Who wants it? Anyone want it? Who wants it? Pick up your hands. Huh? Whoever wants it, just lift your hands. How much you'll pay? What you'll pay for? Or how much? I will auction it. How much? Maybe you can get more than 110. Anyone? How much are you willing to pay for just this envelope? How much? Huh? 20,000. Anyone more than that? I think this envelope is well sought after. Everyone looking for it. Everyone wish I had it in my hand. You know what the sad news is? None of you have it in your hands. And you know what's the good news? Only I have it in my hand. MashaAllah. Okay, this is a second competition which I am... All of you understand English, no? You don't need translation to your language. Okay. It's a second competition which I am judging in this masjid, alhamdulillah. There's a big difference from the one we did 2 years ago in 2012 and today. That one also was very good. But alhamdulillah, this one is better. That time, we did have to eliminate few students. You know what is meant by eliminate? That means if he makes too many mistakes, then I just cut him off. Then I stop listening, I close my ear. And I just draw a line through his. That's called eliminate. That time, we had to do a few. This time, there's not one. All of them, they finish. If three questions, they finish complete questions. Okay? So alhamdulillah, it means that we are doing better. As far as the recital is concerned, as far as the recitation is concerned, alhamdulillah, also much better than before. Much, much better than before. It means that we are working, and the mashayikh, the different madrasas, asatida, are putting in that extra effort. And I believe within the Somali community, there's a lot of competition between the madrasa. There's a lot of competition, and that's very important. The competition between different marakis is very, very important. Why? This one says, no, I have to work harder than him. And then he tells him, no, I must work harder than him. Each one trying to put extra effort. So much so, I believe you have some madrasas amongst yourselves that is 7 days a week madrasa. You don't give them off. Maybe 1 week in a year they get off. MashaAllah. That means we are tying the people together with the Qur'an. And that was we want, that people must become Ahlul Qur'an. What must they become? Ahlul Qur'an. And inshallah, I see the amount of work that is being put on. You know, many people want to do everything in the world. There are so many people. I want to become doctor, I want to become lawyer, I want to become this, I want to become that, I want to become hafiz, I want to become qari, I want to become this, that. What happens? He does nothing. But within this community, what I notice is that small children, 5 years, 6 years, 8 years, 10 years, mashallah, when they read, no mistake. They read with tajweed, mashallah. Now, where you get that? You don't get it anywhere. Why? Because they focus like this. You know, in a horse, you put like this and he can't see there, he can't see there. You just have to carry on straight. Now, that is the way you're going to learn the Quran. That means you have to focus. Just one way. That is my purpose. And you have to work very hard, and you have to give it all it has, etc. Now, alhamdulillah, like most of you know, in 2012, in Ramadan, I came and I judged the competition here. Right? Then in November, in Muharram, after that I went to Makkah, in Haram, the King Abdul Aziz competition there for Hifz. In the Haram, I was judging there also, alhamdulillah. So the way the criteria I use here, same what I did in Makkah. The same criteria as we did in Makkah,
same thing we did here. So as if these children who are reading, as if they were being tested in Makkah. Same. No difference. Okay? So if they can do well here, inshallah, when they go to Makkah, they can do well in Makkah, inshallah. But it must be very, very hard work. There are some people in Makkah, when they take part in a competition, they'll take 2 years just to prepare. 2 years, sometimes they say, only to prepare for that competition because it means so much to them. So we're gonna put some students forward also like that. We're going to sacrifice them for 2 years. Only prepare. Make sure your muraja'ah is 100%, is strong. Make sure your tajweed is 100%, and then you can go there and come out first. We can do that. We'll try to do it, inshallah. All right? We set aside few students. We look at the cream. The qishta. We take them and we make them strong, inshallah. That they can go forward and they can. If they come out first in Makkah, I mean, that's alhamdulillah. South Africa two times first. Only 2 times we came out first. Now I'm looking for another one, inshallah. Okay, when I was listening to the 36 students, we had, each student had 100 points. How many? 100 points. 50 points is for hifz, 30 points for tajweed, and 20 points is just overall, maybe khushu', khudu', his hay'ah, how he sits, everything, his salt, يعني كيف يخرج الصوت, everything, alhamdulillah. So 20% for that. Now whenever he makes a mistake, I put one dot there. Then when I do like this, I do like that as well. That means it's quarter. He don't get it right, I do second time. And then I put another one. That is now, quarter plus quarter is half. He get it right, alhamdulillah, I carry on. He doesn't get it right, then what I do, I give him the, for example, give me one example. Ya ayyuha alladhina amanu, ma lakum, he can't get it right. He said, ma lakum idha qila lakum unfaru, for example. I'll do like this. Then I put one there. Then he'll come again. Ya ayyuha alladhina amanu idha qila lakum unfaru. Then I'll do like this again. Then I'll do. That is now how many points he's got, lost? Half point. Then you go, Ya ayyuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfaru. Then I will speak, then I will read. Ya ayyuha alladhina amanu idha qila lakum unfiru. Then I just joined the two, is 1 point now. If you make, in one question, you make one mistake, two mistake, three mistake, khalas. Eliminated. Okay? Now it didn't happen. Why? Because the students were strong, alhamdulillah. They knew their work. Okay? So that is why this year the students did very, very well, mashallah, wherever they are. And inshallah, this trend is going to carry on and is going to get better and better and better. Now, within our non-Arab communities, there are certain mistakes we make. When we read Quran, normally there are certain mistakes we make, and all the asatidah and mashayikh take very close, keep note of this and listen to what I'm saying. It's very, very important, right? For example, our students, they must read Hamza Fatha, But what they will say, you call it tasheel. What do you call it? Tasheel, which in Hafs, only one place in the Quran. A'jamiyun, bas khalas. Nowhere else in the Quran. You're going to get tasheel. That Hamza must be muhaqqaq khalis. Proper. Okay? Qur'anun, la. Okay? Qur'anun, that Hamza. There's one mistake. Everywhere in South Africa you're going to go. Indian, Somali, local South African black, everyone make this mistake. Okay, so be careful as far as that is concerned. Secondly, when we make ghunna of idgham naqis, one is may yaqulu or may yaqulu. Which one is right? Which one? All right, I'll do it again. May yaqulu. من يقول Who say second? Pick up your hands. Second is? What's the difference?
ما الفرق بينهما؟ صح. وفي الأولى ما كان هناك أي غنة، ما كان أي صوت يخرج من الخيشوم، كله من الفم، كان هذا مد بس. فهذا ستجده كثيرا، من يقول، ومن الناس من يقول آمنا، خطأ خطأ. ما شاء. ومن الناس من يقول، صح. ثالثا، the third mistake is an إخفاء، إخفاء of نون ساكين. How you make إخفاء of نون ساكين؟ You make sure the sound, the whole نون، the نون of نون ساكين only is pronounced from the nose, not from the tongue. هو إبطال ذات الحرف مع بقاء الغنة. Understand? That means you are going to, you're not going to use your mouth, you will just use your nose only for إخفاء. تخفي النون في الخيشوم فقط. لا تسمع صوتا إلا الصوت المركب في الخيشوم. Understood? فهمتم؟ All of you understand? But you will go and wait by the place of the next letter. You will wait by the place of the next letter. لو كان فاء مثلا. You will go and you will just go wait. تنتظر عند مخرج الفاء بدون أي عمل. مثلا أنفسهم، أنفسهم لا، أنفسهم لا، الصوت كله من الأنف، ولكن تنتظر عند قريب مخرج الفاء. أنفسهم للكاف مثلا، منكم للقاف، من قبل. ماذا تحس؟ What did you understand there؟ من قبل ماذا؟ الغنة مخفمة، لماذا؟ بسبب القاف. فهمتم؟ فبس تنتظر عند مخرج حرف الثاني بدون أي عمل، لا تنطق الغنة من هناك، لا، الغنة من الأنف فقط. فهمتم؟ فأنفسهم من شيء لا، أنا سمعت بعض الطلاب كانوا يقرؤون هكذا، من شيء لا، خطأ. من شيء، الصوت كله من الأنف فقط، ما شاء الله. أي شيء غير هذا؟ خلاص. They still wondering what's in here. Still wondering what's in here. If I throw it up like that, who'll catch it? Let me try. You want to try? Everyone will jump. All right, no one brought the thaman for it. خلاص. I'll keep it with me. ما شاء الله. جزاك الله خير. غرساب. شكرا بارك الله فيك. شيخ معناها envelope kalidin tusina natiijada waa ku jirta macnaha kalsooni buu wuxuu idin siinayaa inay ma aragteen qof kale barnaamijkaas gacantisa gelin oo hadda ma aragteen doona inuu wareejiyo marka qofkii la baxsadana waxay noqon lahayd natiijada in la wada baxsade marka insha Allah ta'ala walaal hadda waxa loo gudbay abaal marinti aruurta loo gudbi doona insha Allah abaal marintu insha Allah say u dhici doontana waxa weeyaan عرورتا دمان كغيب غلي ترتنكا ولا أبال مرين دونا عرورتا تا بشارة كدكتان و أبال مرين وولي العقى سنة كورو مليحا ومليحا شهادو يبان لسيي هذا العقان وغلا داري مركا أردي كستا سيدح بقولو ران ياما عرقتي بخشد اللو قل دونا تاوا كود السميهين تاوا حادر المها درجاتك غلي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 والله هذانا جائزة ديراد باي هذانا هلاين المها درجات كهلاي مركا إن شاء الله لعكتنا مركي كلي لسيناي والغو دواغي دونا كوباكال عيقنا إن شاء الله تعالى
مركا قياسا وحسد أحبق الكبضا إن شاء الله مرك انتان كلي وحانوما لي هذا لكتا وحيوتا انتا إن سيدي لم أغلو إن شاء الله دقيقة هذا ير كدب إن شاء الله والغودة واقعية وحان مركا إن شاء الله هذا انتان تجدي الغودة واقين أن ويرينا عرورتا ترتنكا كقيب شيء يو إن شاء الله جائزاتك لأوتا لقالي إن لسيو وحانا كوهر مرايا سيدي ترتنكي اللو قادي او اهد جسكا كواد إن لغو بلابو العقد لسينا يتراد إذا والعقد وإلمه ودنقو دهان العقد سيدح بقولا لسينا وبخشده دا كجبتو مركا الرنكاس إن لغو سوع العليوم ملاين لو مباهنا باهده مالي سيدح بقول يا بخشده كجرسان أردي دا دن وترتن كقب قشي أي العقد لسينا ذاتك جائزة وحالة جائزين نمبر 1 نمبر 2 يو نمبر 3 نمبر 1 نمبر 2 يو نمبر 3 وحالة سينة وكالب بدين هاي جزيسك هوسي جزيسك كوري وحالة سينة وكالب بدين هاي سو قرانك وكالب بدين هاي العقدان وكالب بدين هاي إن شاء الله مركا وحانكو هرمرين هادا جزيسك هوسي بانك بلامين جزيس عما نمبر 1 ويرينا هل كامركو إمادو يوحو قادنا إنا والدين شيخ إن شاء الله تعالى iyo madrasadu ka socdo ardayga u horeeyo oo number 1 oo juska koowaad waxa weeyaan waa gabar waa saaliha sheekh abdullahi madrasada sunna laagta la siinayna number 1 ka waa kun ran shahadana waa la siinay shahana waa lagu doonsiin kun ran way qaadanaysa number 1 way noqotay ma sha Allah na ardaygi lambarka labaad galay waxa weeyaan waa Salman halu dare Abdunnasir Salman Abdunnasir Muhammad oo madrasada Huda East London Eastern Cape laag tadabqal iyo shahaadana wala gudunsi tadabqal oran iyo shahaada ma sha Allah dha ardaygi saddexaad galay waxa weeyaan waa Maria Sheikh Abdulrahman madrasada Albayan Johannesburg shahada iyo waxa la gudoonsiinay 500 oo ran ma sha Allah da ma sha Allah ma sha Allah haddana waxa uu gudbayna shanta juz ardayga oo horeeyo magaciisu waxa weeyaan Abdullahi Bashir Abdullahi madrasada Bayan Johannesburg Khawteyn laagti sana waa kun iyo shan boqol waa number 1 shahaadana uu qaatay kun iyo shan boqolna waa la sii ciidda way ku filanta masha Allah number 2 lambarka labaad waxa weeyaan Abdurrahman Ahmed Abdullahi madrasada Umar Faruq Johannesburg Khawteyn shahada iyo lacag kun ran ayuu leeyahay shahada iyo lacag kun ran ayaa la gudoonsiinay ardayda lacagta meel fiican gashada idinka fakan nambarka saddexaad waxa weeyaan Cabdulcaziz Mukhtar Bashir madrasada Rahma Johannesburg Khawteyn Cabdulcaziz Mukhtar Bashir number 3 lacagtiisa lacag lix boqol shahaado iyo number 3 masha Allah tobanka juz number 1 waxa weeyaan Maryam Abdul Qadir Hassan madrasada Sunna Cape Town Western Cape lacagtana waa 2000 shahaada iyo number 1 shahaado iyo number 1 iyo 2000 waran ma sha Allah number 2 Abdurrahman Sheikh Bashir Adam madrasada Al Bayan Johannesburg Khawteyn lacagtii sana waa kun iyo shan boqol shahaado kun iyo shan boqol iyo number 2
نمبر 3 حويان زكريا حسن محمد مدرسة أم القرى جوهانسبرغ خوتين. لعقتي سنة وسديت بغل ونمبر 3 سديت بغل يا شهادة. قران كشان يا تبانكا نمبر 1 ورضوان محمود محمد رضوان محمود محمد مدرسة البيان جوهانسبرغ خوتين. لعقتيسة وسدح كن شهادة يا نمبر 1 نمبر 1 سدح كن يا شهادة. نمبر 2 ومحمد عبد الله جيدي محمد عبد الله جيدي محمد عبد الله جيدي مدرسة عمر فاروق لبكون وران نمبر 2 لبكون يا شهادة ما شاء الله ما شاء الله نمبر 3 وعبد الرحمن أحمد محمد مدرسة النجاشي جوهانسبرغ خوتين. عبد الرحمن أحمد محمد مدرسة النجاشي جوهانسبرغ خوتين. هذا توا ما شاء الله وما شو دم بيسى يصدون كجس نكال لعقتي سا غير كن ران كن ران لعقت على إلبامه ما شاء الله صدون كجس القرآن كيودن ما شاء الله مركا أرضي أفر باقى شيء ترى ده وين يرن لا ثمن هنا يكشوه أفر أرضي يكشى لكن سدح با كلمة ده إن شاء الله بل قياس ذلك قياس على ذلك ربا أنا أنا أحب أن أقرأ يا كيف تاون كيف تاون دلك كيف 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 تاون ما كيف تاون لواسي رجوب محيلين أيوة ما شاء الله نمبر 1 وليبان خليف داود مدرسة عمر فاروق جوهانسبرغ خوتين. لعقت لسينا وشنكن وران نمبر 1 يشهدوا وانت تكشف لو اديق لها ما شاء الله تكشف اديق ما شاء الله كامل معلي كيسين اسكو صوروا رواه هذا نمبر كيلاباد وعبد الرحمن أسد قدح مدرسة سنة كيب تاون ويستن كيب ما شاء الله لعقتي سنة سدح كنوران شهادة سدح كنوران يو نمبر كيلاباد وقران كودان وحوومي ما شاء الله ما شاء الله الله بركيو ما شاء الله ده نمبر كسدحات وزكريا بشير عبد الله زكريا بشير عبد الله لعقتي سنة ولبكن نمبر 3 لبكن يو شهادة ما شاء الله ومدرسة البيان مدرسة البيان جوهانسبرغ ما شاء الله ما شاء الله ما دام قبدا أي نمبر فوق شيء أيضا جائزة لو تلقلي قبدا قدر الشيخ عمر ومدرسة أبي بن كعب رستم باك نوردويست ما شاء الله أيضا لعك شنبغل لو تلقلي ما شاء الله رستم باك مدام مقالة يرتاي وينسكت ما شاء الله next time number one إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مركو حوم ملا برام يساوي نوجي هاي معلمين تاين نور دمن ولي ولي هوش اسمه قارن
دتك او فدي فيعناتا وخا لغا يبا ندخ قاتانا ترتيب ما شاء الله واش ما سوري جاني وبالله توفيق وحا كوخيغا الشيخ محمد عبد الرحمن مدرسه عمر فاروق جوهانسبرغ ما انت شمحا عبد الرحمن ساو الرصدي باشي يا معلمين تي هلكاس اي انو غو اغيين كينيا وا ها ها تنو حو غتلا غلني ان ادام شمحا عبد الرحمن هول وين قبتي الى مالنت السبت الى ما انت وتاغنا ابال مارين كلا او لبااد بان سينينا هاو شو قبتي درتي جزاك الله خير يسعي قاروة تان قاروة والآن إن شاء الله تعالى ندعو لجنة التحكيم فضيلة الشيخ قاري بشير باتيل ما شاء الله ما شاء الله راشد جزاك الله خيرا وأحسن إليك وجعل الجنة مثواك ما شاء الله بارك الله فيك وندعو أيضا حافظ مسعود حافظ مسعود ما شاء الله جزاكم الله خيرا أرديت أدمان وترتنك كشي أنت صوصفت إن شاء الله ألقى لماذا؟ سؤال هذا مرحبا بالليل ويلشة ويلشة مستقبل قبلها ويليش انصفت؟ ويليش انصفت؟ مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا مرحبا باللي يجينا قلت الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا ده غير عادي مرحبا فوق القلوب مرحبا فوق القلوب هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا ده غير عادي مرحبا فوق القلوب مرحبا فوق القلوب طار طير الفرح غنى فوق غصن السعد شادي قال جانا من تمنى يا هلا بهل الايادي بهل الايادي طار طير الفرح غنى فوق غصن السعد شادي قال جانا من تمنى يا هلا بهل الايادي يا هلا ومليون اهلا يدركم والله غالي حبكم في القلب ساكن حقكم فوق العلالي فوق العلالي يا هلا ومليون اهلا يدركم والله غالي حبكم في القلب ساكن حقكم فوق العلالي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم